وين الخلل؟ لذلك تشوف هناك حلو 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 جميل هذا التعبير. يطمئن. لا لا يطمئن. لا تغادر هذه النقطة. تجربتنا بالمعارضة نعم. العراقية كانت سلبية وكانت قاتمة، وعندما انتقلتم من معارضين إلى حكام ما زالت هذه الأفكار لا تراودكم. لا لا شوية شوية خل أوضح شوية خل أوضحها حتى أوضحها بالسؤال زايد تعبيري. لا هو تعبيرك أيه؟ واضح أستاذ خالد، يعني أنت تتحدث بلسان عربي نعم. فصيح. العلة في هذا التفكير؟ نعم أنا أتحدث عن تاريخ ممارسة الأنظمة الحاكمة بالعراق تجاه المعارضة تجربة قمعية سلبية. أنا ما لي علاقة بالأنظمة، أنا أناقشكم الآن كنظام ونهائية. أنتم كنتم معارضة هو هذا وتجربتكم هو هذا. ولذلك الآن لا أحد وتخشون المعارضة اليوم، لا أحد يريد لا أحد يريد الذهاب للمعارضة، لأن يذكرون حزب البعث وقمعة ونظام صدام حسين. ليش ما لا أحد يريد الذهاب للمعارضة لأن يذكرون تجربة 57 وما جرى و63 وما جرى والتجربة اللي سبقتها وسبقتها وسبقتها. كلهم يذكرون أن المعارضة في العراق يعني قتل وقمع ونفي وسجن وإعدامات وما إلى ذلك، ولذلك لا أحد يرغب بالمعارضة رغم إيمانهم بضرورتها وفائدتها، ولكن يقول لك أنت روح لا تدعوني للذهاب للمعارضة. زين أنا أريد أروح، خليني أسأل واضحة بشكل خليني أسألك بإنصاف. أنت الآن عندك عقيدة وعندك مذهب سياسي واشتغلتم بالسلطة أو قريبين من السلطة. الآن لو أنا أخوك وإجيتك قلت لك يا أستاذ خالد أنا ذاهب للمعارضة ضد هذا النظام السياسي الحالي لأنه قد طغى، تنصحني بأن أكون معارضا أما تقول لي وليدي بابا عمو على كيفك اعطينا درب، شو تقول؟ أقول لك التالي، أقول لك فعلا يعني تعال خلي نشتغل قبل المعارضة على تحصين النظام القانوني اللي يحمي الحكومة ويحمي المعارضة. اشتغلنا، لأن المعارضة بلا غطاء قانوني لن تستطيع أن تعمل. اشتغلنا وفشلنا. أنت سألتني وأنا راح أجاوبك. أنا راح أشتغل وياك بشكل منطقي. أقول لك تعال خلي نشتغل سوى على أن نحصن النظام القانوني اللي يحمي المعارضة، لأن معارضة بلا غطاء قانوني مستحيل أن تنجح ومستحيل أن تتنفس الهواء في بلد يعني فعلا لا يؤمن، أو على الأقل في بعض القوى السياسية التي لا تؤمن بالآخر ولا تريده. الأمر الثاني وهذه أرجو أن تنتبه لها أستاذ نجم، الأمر الثاني علينا فعلا أن يعني نطمئن لطبيعة النظام السياسي وثباته، يعني ثبات النظام السياسي بحيث يضع يعني مساحة واسعة أو واضحة بالتشريعات والإجراءات للعمل المعارض. الآن أنا أسألك أستاذ نجم، الآن أنا قاعد أشوف ممارسات بشكل يومي، إعلامي يطلع يحكي الحكاية بغض النظر عنها غلط صح مو هو هذا اللي يهمني، إعلامي مو سياسي مو معارض، إعلامي يطلع يتحدث الأحداث يومية لو يعني ساجنين لو عليه تهمة لو عليه مدري شنو، وأعتقد عندكم من الأمثلة الشيء الكثير. هذه الذهنية بالحقيقة يحتاج لها تصفية حتى نستطيع أو يستطيع من يريد أو يعتقد بضرورة خيار المعارضة أن يذهب للمعارضة.